صاحب الزمان. قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وبشعبان شعوبة والدنيا خده قبل السهرة بهده هذا حسين بينه وبين الله شقد موده عقل التاهي والله راضي يزور ولده امشي بيا لهفه لاهلي البيت فطر سجدين حيري تدري الخيمة والماي سيد كربلاء الجاي عندهن هالمسا وياي مولد كربلاء زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلاء زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلاء والثاني المغتر الفنفاسي باسم رافع فأنا العباسي شفوفه شمارجت ينطيني خيرة تارس عيني هو المربيني وبدنياي عاش وياي أنا بزوجة كامل ارسم يا أبو فاضل حيدر بيه ومربي حلال المشاكل للكرار وارث صار إيمانة وثبات من أول حياته عباس الميادين تربيت ام البنين فرحة قلب الحسين مولد كربلاء زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلاء زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلاء الثالث قلبي غنى ونادى ويفجر ميلاده هلا بزين السادة سبحانه خالقه سبحانه جمع كل احسانه وانبت بوجدانه السجاد والعباد كلها تظل وراءه ما يقطع رجائه يدعي هواي للنبهاء يلا يحب دعاءه نهر احساس وعلى الناس جفش قد تصدق يشهدنا الفرس دم الزهراء والبطحاء تعرف بطك الحق يشهد للحرم كون والحلو اللي يحجون هاي الليلة يدرون مولد كربلائي خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي رابع أكبر بكل معنى وابن سيد الجنة جد حيدر جنة وعيوني والقلب ما عافر ينسحر من شافه أحمدية وصافة يا محلى جل الله ما خالق شبيها لازم حكمة بيها جبل حسين قرة عين ليلة ضيع عليها ما مضروب حسنة يفوق يطلع غير من خير من بيت الزجية أكبر وابن الكبار فارس كربلاء صار فرحة كل الأحرار مولد كربلاء زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلاء زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلاء خامس هي طفلة صغيرة وقف على كبيرة عم فواها الديرة تعرفها كربلاء وشافتها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نبارك لكم الولادات الشعبانية وعاده الله عليكم باليمن والبركة والصحة والعافية والخير
وأن تكون هذه الابتسامة إن شاء الله على وجوهكم مرسومة إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أحييكم وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العلي العظيم. أحييكم وأقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يا سيدي أتأذنا لي بخدمتكما متقربا إلى الله بكما من رحاب العسكريين، أقول السلام على السيدتين نرجس وحكيمة ورحمة الله وبركاته. هذه الأيام، هذه أيام الولادة الشعبانية، ليلة ونصف شعبان ستحل علينا إن شاء الله، وهذا البرنامج يكون بخدمتكم، برنامج يا صاحب الزمان على هذا التوقيت الساعة 8 مساء، وأرقام الهواتف كذلك مهيئة ليتسنى لكم زيارة الإمامين العسكريين عليهم السلام. ولكن قبل البدء شكري وتقديري لمن سبقني في الخدمة من زملائي وأخوتي الله يحفظهم إن شاء الله، ملا مشتاق وشيخ علي السوداني الله يحفظهم إن شاء الله. قبل البدء هنالك نعمة وجود الإمام صاحب العصر والزمان، نعمة وجود الإمام صاحب العصر والزمان. لو استشعرنا بوجود الإمام صاحب العصر والزمان ونحن نقدم على هذه الولادة، أنا اخترت هذا الموضوع إن شاء الله حتى نتمعن ماذا نشعر في ليلة النصف من شعبان، ولماذا هذا الاهتمام الكبير في هذه الولادة الميمونة من بيت صاحب العصر والزمان سلام الله عليهم والعسكريين. أولاً نعمة وجود الإمام عجل الله فرجه الشريف، ولد حتى ينقذ العالم من الظلماء أو من الظلماء من الظلمات إلى النور. ونعمة وجود الإمام تحتاج إلى شكر، وتحتاج إلى أن نسجد بنعمة أحله الله علينا، منها بركة استجابة الدعاء بوجود الإمام. الآن أتكلم بلسان محب للإمام صاحب العصر والزمان. ليلة الولادة لو استشعرنا بنعمة الوجود ووجود الإمام، أنا أقول هنالك أسباب لوجود الخير، لوجود النعمة، لوجود الرزق، لوجود كثير من الأمور. أنت الآن لا تحصل على الرزق إلا أن تعمل، هنالك سبب وجود الله سبحانه وتعالى هو الوجود كله، ولكن أسباب لوجود الشيء، الإمام صاحب العصر والزمان هو سبب لوجود كل شيء على الأرض. لماذا؟ تسألني تقول لي ما هو دليلك؟ أقول لك دليلي بأن الإمام صاحب العصر والزمان قال في رسالته إنا غير ملهين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل لكم أو بكم الإواء واصطلمتكم الأعداء. هذا كلام الإمام صاحب العصر والزمان. اعلم أن من جملة نعم الله علينا في الأرض هو وجود الإمام صاحب العصر والزمان. لولا وجود الإمام صاحب العصر والزمان لاصطلمتنا الأعداء، لساخت بنا الأرض، لنزل البلاء. الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول أنا لو أدركت الإمام صاحب العصر والزمان لكنت خادما له. الإمام بعد ما مولود، ولكن هذه فلسفة الانتظار. فلسفة الانتظار تحتاج إلى شكر، ونعمة وجود الإمام صاحب العصر والزمان تحتاج أيضا إلى شكر. أنا وياك خلنا نتمعن ببركة وجود الإمام. ليش أنا من يصيبني فد بلاء كبير أتوجه إلى الإمام صاحب العصر والزمان؟ ليش بالرفاهية والأمور الأخرى اللي أنا مرتاح بيها ما أتذكر نعمة وجود الإمام؟ نعمة وجود الإمام، الإمام صاحب العصر والزمان يقول نحن غير ملهين، عيني ترعاكم. الإمام صاحب الزمان يقول عيني ترعاكم. سبب عدم نزول البلاءات على الأرض هو وجود الإمام. هذه الروايات موجودة كثيرة، وأنا
عندما أقول بوجود الإمام ونعمة وجود الإمام صاحب العصر والزمان، خلي نتمعن بهذه المفردة، نتمعن بهذا الكلام، نتمعن بماذا نعمل ليلة النصف من شعبان. لماذا هنالك فرحة؟ هنالك نزول رحمة على الأرض، وهو الإمام صاحب العصر والزمان. يعني كثير من الأمور التي نشاهدها أمامنا سبب نزول الخير على الأرض هو الإمام صاحب العصر والزمان. يعني هنالك بمنة الله وكرم الله عز وجل، هنالك إثبات جميع بأن وجود نعمة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. وتحتاج ليلة النصف من شعبان ويوم الشعبان ويوم 15 شعبان تحتاج إلى شكر وإلى استقبال لسيدي مولاي صاحب العصر والزمان. ولكن علينا أن نعمل بماذا يريد الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. أنا أكون بخدمتكم إن شاء الله. أولى الاتصالات معنا ميثاق من كربلاء، حياك الله يا ميثاق. الله يحفظك، السلام عليكم ورحمة يا الله. يا صاحب وبركاته. الزمان يا مهدي الأمم، الله يحفظك. نهني العالم الإسلامي أجمع، هناك الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، الكرام في مشارق الأرض ومغاربها بولادة النور الساطع الذي إن شاء الله يملأ الأرض وحدين وقسطاً بعدما ملأ ظلما وجورا. ونقول السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان، جعل الله إن شاء الله بامتداء مقدمك الكريم المبارك، ونسأل الله إن شاء الله بحق الأيام المباركة والليالي المباركة أن يدفع الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم ربي بحق صاحب الزمان وبحق محمد وآل محمد يا صاحب، اللهم يجعلنا من أنصار صاحب الزمان ولو بعد حين. يا هذه الفرحة المباركة الذي جميع العالم انتظرها إن شاء الله نقول السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان يا صاحب، إن شاء الله إن شاء الله الله يجعلنا إن شاء الله وإياك والمستمعين جميعا إن شاء الله من أنصار يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب العالمين. الله يعود عليكم بالصحة والعافية والسلامة ورزق يا أخويا ميثاق، شكرا لاتصالك، الله يحفظك إن شاء الله. أنا ممنون من قلتكم الدعاء، عفوا بخدمتكم، والزيارة عني وعن والدي وعن أهلي إن شاء الله، لم ولن ننساكم من الدعاء إن شاء الله. معنا ليلى من نينوى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم، يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا مهدي الأمة، يا صاحب الزمان أسعد الله أيامكم وأيامنا بالمناسبة، أسعد الله أيامكم إمامنا صاحب، وثبتكم الله على حب سيد مولاي صاحب العصر والزمان جميع أمة محمد إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان يا صاحب السلام الزمان، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمامنا الحسن العسكري، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمامنا علي الهادي، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا سيدة حكيمة، السلام عليك يا سيدتي يا مولاي المرج الفاطمي، السلام عليك يا فاطمة الزهراء وابنها وبعدها وجميلها وسر المسودع فيها، سلام الله عليها إلا وقضيت لنا حوائجنا الدنيا والآخرة، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، إلهي بحق إمامنا الحسن العسكري وعلي الهادي سلام الله عليهم، يسمعون ويردون إن شاء الله، شافوا مرضانا داوي جرحانا، ارحم شهداءنا وخفت خزن الشعبي المقدس وقواتنا الأمنية وسيد علي سيدنا السيستاني ببركة محمد وآل محمد، عجل لنا بسير مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعيون نور أشياعه والمستشهدين بين يدي يا رب العالمين، واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه يا سيد يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا سيد يا مولاي يا صاحب العصر إلى بحق هذه الكتبة الشريفة وبحق صاحب العصر والزمان، سلام الله عليك يعني. وداوين بدوائك العاجل ولبستك بالصحة والعافية يا رب يا رب، عجزت من الأطباء عجزت من العلاج عجزت من شفاء العاجل إن شاء الله، شفاء العاجل هم أطبائي هم دوائي هم علاجي يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، أدركني يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، ممكن تسجل الأسامي إن شاء الله عائلتكم ومن يخصكم.
وابو هاني خالي ابو هاني للصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا لاتصالكم وزياره مقبوله. ام شوقي من كربلاء تفضلي يمه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. يا صاحب الزمان نهنيكم بالولادات الشعبانيه. هناكم هناكم الله في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. شوفوا جمع الزوار الحاضرين سامراء تزهو تزهو ان شاء الله. اللهم صل على محمد وال محمد. السلام عليك يا صاحب الزمان يا مهدي الامم يا سيدي يا صاحب الزمان يا صاحب العجلة العجلة العجلة. اللهم أرنا طلعة الرشيدة والغرة الحسنة يا رب العالمين. افتح ناظري بنظرة مني إلي وعدل يا صاحب الزمان يا سيدي يا صاحب الزمان. السلام عليك وعلى علي الهادي. السلام عليك وعلى أبيك الإمام الحسن العسكري. يسمعون ويردون إن شاء الله. وعلى أم والدتك نفس وحكيمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأزور صالة عندي وعن والدي والدي وعن صاحب العصر والزمان يا صاحب الزمان والجيش والحشيد والقوات الأمنية والشهداء. وأهديها لزوجي ولأولادي والبناتي ولأخواني ولأخواتي ولجيراني ولجميع من يسمع صوتي ولا حضرتكم. الله يقضي حوائجكم إن شاء الله. الله يسلمك. يتقبل أعمالكم. شكرا متفضلين بدعائكم. وعندي ذول المرضى المرض خبيث هذا سيد خضير يريدك تسجله إن شاء الله. إي والله. أم علاء يوم جاسم رحم الله والديك يا خالة مرضاكم ومرضانا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لاتصالكم وزيارة مقبولة. معنا علي من بغداد. نعم يا علي. نعم يا علي أنت على الهواء تفضلوا. ظهر انقطع الاتصال. طبعا شكرا لجهود العتبة العسكرية المقدسة من إعلام العتبة من أمينها حتى أصغر خادم. تشاهدون الضيافة والاستقبال والقلوب مشرعة قبل الأبواب فتستقبل ببركة صاحب العصر والزمان وبركة وجود نعمة الإمام صاحب العصر والزمان. معنا اتصال. نعم معنا اتصال. نعم إن شاء الله. اللي يحب يتصل أرقام الهواتف وهي أسفل الشاشة لتسنى لكم زيارة الإمام. أيضا من النعم الموجودة هو استجابة الدعاء ببركة وجود الإمام. هنالك فلسفة في دعاء اللهم عجل لوليك الفرج. معنا اتصال. علي من نيسان حياك الله يا علي. نعم سلام عليكم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه سهل مخرجه إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه. عليه السلام عليكم. يا صاحب الزمان نعم تفضل يا علي. يا ريت توطينا صوت التلفزيون. اللهم بحق هذه الليله المباركه ان شاء الله بحق ولاده الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم. اللهم النصارى والمستشهدين بين يديه يا رب العالمين. عجل الله فرجه ان شاء الله يا رب يا رب. وندعي نسالكم الدعاء والزياره بحق الامام ان شاء الله. ما ننساكم بالدعاء والزياره ان شاء الله. والله يشافينا ويعدنا مرضى بحق محمد واله. ادعوا لنا وياكم ان شاء الله. الله يشافينا بحق هذه الليله. الشفاء العاجل وقضى الله حوائجكم ان شاء الله. ما ننساكم ركعتي النيابة عنكم وزيارة النيابة عنكم وإن شاء الله الدعاء تحت قبة الإمامين العسكريين إن شاء الله. معنا أبو علي. أبو علي من الوارثة. حياك الله يا أبو علي يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبارك لكم ولادة الأقمار المحمدية. السلام عليك يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. السلام عليك يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم يا صاحب الزمان. السلام على الحسن العسكري. السلام على العلي الهادي. السلام على سيد نرجس. السلام على سيد حكيمة يا وجه عبد الله اشفع عبد الله يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان اشفع عليك بهذا الليل. الله يقضي حاجتك وشافي مرضاك يا رب وشافي كل مريم يا رب العالمين. يا سيدنا مولاي
أنا مريض وتعبان وما أقدر أمشي. شفاء العاجل. أنا وشافينا يا سيدي مولاي. شفاء العاجل إن شاء الله، يسر الله أمرك وقضى الله حاجتك. شفاء وشافك المريض، والله يسر عليكم والله يهديك وتعاونك مشكورين. نعم يا أبو علي، شكرا لاتصالك وقضى الله حاجتك. ما زلنا مستمرين في استقبال اتصالاتكم وزيارتكم وتهانيكم، وقول اللهم صل على محمد وآل محمد. أم جابتني من يوم أمي جابتني لمهدي، من يوم أمي جابتني لمهدي قلب الغير هالخدمة لمهدي تغاني اليوم أقدمها، لمهدي وقل إن شاء الله، وقل إن شاء الله تعود علي مثل نار العشق بيا يا غالي، يحبك قلب وبدما يا غالي مثل ما تاني ميلادك يا غالي، التاني طلعتك يا ابن الزكي يا سامي الهجر بالدلال شعبان، وعلي الحزن يا ابن الحسن شعبان، لكن بخمسطعش من شهر شعبان 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 أفرح أفرح فرحة ظهورك علي. محمد أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير، وجعلها الله بالفرحة والبهجة والسرور والرزق والخير والبركة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. سيدي يا صاحب الزمان، قدومك وجودك ولادتك فرحة من قلوبنا، لا إرادية سيدي، حب أهل البيت وحب صاحب الزمان، لأنك إمام زماننا، ونعاهد ونقول يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. معنا اتصال أبو أثير، حياك الله يا أبو أثير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. يا مهدينا. تفضلوا بالزيارة، تفضلوا بالزيارة يا أبو أثير. أزور سيدي ومولاي الإمام الحسين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم تفضل يا أبو أثير، سلم على الإمام الهادي والحسن العسكري. شكرا لاتصالك. معنا نور من واسط. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام. وبركاته. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب مهدي الزمان. الأمم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الله أيامكم بقدوم ولادة سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه الإمام الحجة صاحب الزمان أجر الله تعالى فرجه الشريف. هناكم الله في الدنيا وفي الآخرة. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم يا ولي الله، السلام عليكم يا حجتي الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمامي يا علي الهادي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمام يا حسن العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام على السيدتين الجليلتين سيدتي مولاتي حكيمة وسيدتي مولاتي نادج الخاتم ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدي ومولاي الإمام الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بمقدمه الفداء. إلهي رزقنا في القريب العاجل زيارة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا اللهم من أنصار وأعوانه. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم اشف كل مريض. الله حوائجكم وشفاء الله مرضاكم بحق إمام حجة صاحب الزمان. الله يحفظكم إن شاء الله قادر قادر بلال المقدس قادر بلال صاحب الزمان. شكرا جزيلا لكم. شكرا لاتصالكم. الله يحفظكم. معنا زينب من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والمحفظة. واجعلنا من أنصار الشهداء وأعوانه والضارين عنه ومن المستشهدين بين يديه بحرمته عند الله. هنأكم الله في هذه الأيام المباركة. هنأكم الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. من أنصاره ومن يا رب العالمين ببركة دعواتكم إن شاء الله. بحق محمد وآل محمد. الله يحفظكم وأنتم كذلك إن شاء الله. تفضلوا أمامكم الضريح المبارك وهذه الزيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن محمد الفادي المغي. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على سيدتي ومولاتي حكيمة خاتون السيدة نرجس خاتون. أسأل الله القبول القبول قلدناكم الدعاء والزيارة إن شاء الله ما ننساكم بالدعاء ونسأل الله الإجابة. شكرا لاتصالكم أخوي الفاضل. يعني إحنا شوية نتأخر بالجاية لهم يعني بالسنة يجوز مرتين أو ثلاث مرات. نسأل الله خيتي تشوفون الأجواء تشوفون الطريق وشوفون الزيارة وشوفوا الحضور اللي موجود. السيد المخرج دي يراويكم أو يشاهدكم هذه الصور المباركة فشرفونا ونكون بخدمتكم إن شاء الله. خادم الحسين اليوم شرفت السيد أبي عبد الله الحسين وقدرونا في عالمدة وإن شاء الله يعني نكون من تحت أنظار إمامنا. إن شاء الله ما ننساكم ما ننساكم بالدعاء وإن شاء الله في سجل زيارة الإمام صاحب الزمان هذه الليلة وفي ضيافته. شكرا لاتصالكم وزيارة مقبولة. معنا آية من الدجيل. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. نهنئكم بالولادات العطرة وولادة سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل مخرجه. هنأكم الله في الدنيا وفي الآخرة وأمامكم هاي القبة المنيرة الشامخة والمنائر الطاهرة المزكات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وأجدادك الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى علي الهادي. السلام عليك وعلى أبيك حسن العسكري. السلام عليك وعلى جدك وعلى عمتك حكيمة خاتون. السلام عليك وعلى أمك السيدة نرجس. اللهم كل وليك الحجة من الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني. اللهم بعد فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم شافي وعافي كل مريض. اللهم أقض حاجة كل محتاج. أستاذ علي بس أريد تكتب هاي الأسماء مرضى أطفال عبد الله للشفاء من مرضى السكر والطفل ريتاج. وإن شاء الله قضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم يوفقكم ويحفظكم. وأريد أن أدلكم الدعاء والزيارة طلعة ركحتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالدعاء إن شاء الله. شكرا لاتصالكم. معنا أم أحمد حياك الله يمه. لا لما تدعي لك يا صاحب الزمان. خلي نقول أنا وياك يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. لا لما تدعي لك يا صاحب الزمان عدل فرجك تدعي لك إن شاء الله. سلمي بعد تحصلتي الاتصال سلمي على الإمامين العسكريين نهيئ لكم الضريح المبارك. يلا تفضلي بزيارة. سلام الله على العسكري. سلام الله على صاحب الزمان. سلام الله على خديجة.
الله يقضي حاجتك يا يما، يسر الله امرك. ان شاء الله ما ننساك بالدعاء ان شاء الله. مع الدمره براسي. الشفاء العاجل ان شاء الله ببركه الصلاه على محمد، وهذا اليوم يوم الامام الحجه المنتظر وشهر شعبان. ان شاء الله الشفاء العاجل ويفرح قلبك يا يما، شكرا لاتصالك وزياره مقبوله. معنا ابو عباس من امرلي، حياك الله يا ابو عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. نعم ما حجه وما زايده قدام الجماعه وغير اخبار محمديه. سلام الله. سلام على متروك المدينه المنصور ميد ابو القاسم المصطفى ابو الزهراني محمد الله سلام. اللهم صل على محمد وال محمد. سلام على الامام المتقين امام علي عليه السلام. سلام على مولى الكونين ونور عليهم وامام السفلين الامام حسين عليه السلام واخي ابو فضل عباس عليه السلام واختي زينب الكبرى عليه السلام. السلام على الامام الكونين. السلام على الامام العسكريين. السلام على ائمه البعثاء. السلام عليك يا خليفه الله وخير خليفه اباء المدينه. السلام عليك يا وصي الاوصياء الماضين. السلام عليك يا حفظ اسرار رب العالمين. السلام عليك يا بقيت الله. السلام عليك يا بقيت الانبياء. السلام عليك يا بقيت الاوصياء الامام المهدي الجلال عجل الله فرجه الشريف. فرجه الشريف. سنتر. اخويا انا سيد اسمعنا. ان شاء الله عائلتك ومن يخصك. شكرا لاتصالك يا ابو عباس. معنا ام احمد من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان. سلام عليك. يا صاحب الزمان. يا سيدي يا مولاي. العسكري. علي هادي. السلام عليكم. يسمعون ويردون. ان شاء الله حوائجكم مقضيه يا رب. ايوه. جاء هو ابا عبد الله. يفرح قلوبكم ان شاء الله. ويستر على امك محمد وعلي وعلى كل مريض وكل مريضه. عندي حاجه كل محتاج وحوائجنا. عندي ابن مريض. اي والله. ان شاء الله الشفاء العاجل لهم بحق الحسين. شكرا لاتصالكم وزيارة مقبولة ان شاء الله. معنا ام حسين، حياكم الله يما، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. تفضلوا بالزيارة. ومولاي يعني امام علي الهادي. السلام عليك يا سيدي ومولاي الامام الحسن العسكري. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي السيدة حكيمة. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي السيدة نرجس ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من أنصار سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان بحق محمد وآل بيت محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. اللهم ارزقنا رضا سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان وشافعته في الدنيا والاخره بحق محمد وال بيت محمد. نسالكم الدعاء بالصحه وقضاء الحوائج ان شاء الله ما ننسى والرحمه لوالدتي المتوفيه ان شاء الله الرحمه والخلود. شكرا لاتصالكم. مع الاتصال اخر. مع الاتصال اخر. نعم. السلام عليكم. زمن من ميسان، حياكم الله، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. اسعد الله ايامنا وايامكم بولاده الانوار المحمديه. هناكم الله في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. رزقنا الله واياكم زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم بالاخره يا رب العالمين. واياكم ان شاء الله يا رب العالمين. السلام عليك يا حجة الله في ارضي. السلام عليك يا عين الله في خلقي. مع الزوار. مع الزوار الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك ايها المهذب الخائف. السلام عليك ايها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى
هذا بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى أبيك الحسن العسكري، السلام عليك وعلى جدك علي الهادي. يا سيدي ومولاي إنا توجهنا واستشفعنا وتوكلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجه الانتقاء اشفع لنا عند الله. أستاذ نسألكم الصلاة ركعتين إن شاء الله والدعاء والزيارة إلي والأهلي والوالدي رحم الله والديك، ولا خدمتكم إن شاء الله ما ننساكم والدعاء لكم أينما أذهب وأينما أحل، فقولوا نسألك الدعاء فإن شاء الله إن شاء الله أسلمي الله الإجابة. معنا أم رقية تفضلوا. ألو. نعم تفضلوا. ألو. أبو رقية تفضل. ألو. نعم أسمعك أنت على الهواء يا أبو رقية. أبو رقية سلام عليكم. شكرا لاتصالك. أم وسام من بغداد تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا صاحب الزمان يا مهدي الأمة. السلام عليك يا حسن العسكري. السلام عليك يا حسن العسكري. السلام عليك سلام الله عليهم. السلام عليك يا علي الهادي. السلام على حسن العسكري. السلام على نرجس خاتون. السلام على حكيمة خاتون. السلام على الحسن والحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى مفضل عباس صمر العشيرة وعلى زينب الحمراء سيدة العالمين. أريد زيارته بالدنيا وشفاعته بالآخرة. أريد العافية من الله ومنهم يشافون كل مريض وإحنا من بعده. الله يشافيكم ويحفظكم الله. ان شاء الله اسمك السجل يما خدمتك. والله دعيت لكم كلكم ببيت الله شنيت، دعيت لكم كلكم قناه كربلاء. يا الله يشهد الله ورسوله وعلى احمد الفتاوي وعلى كلكم دعيت لكم والله يما الرسول. متفضله يا يما متفضله الله يقضي حاجتك، شكرا لهذه النعمه الحمد لله. معنا ام حسين. السلام عليكم. نعم يا ام حسين تفضلوا يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. السلام عليكم. طبعا انا احب اهني الامه الاسلاميه بمولد الامام المهدي. هناكم الله ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله كل شيء على امير المؤمنين والعالم الاسلامي اجمع، وان شاء الله يترجى من عندكم من حضراتكم ان تدعوا لي ان شاء الله ما ننساك. صراحه حاجتي عند الامام الهادي عليه السلام وشكرا جزيلا لكم. شكرا لاتصالكم. معنا خلود من النرويج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان نزفوا اسمك آيات التهاني والتبريكات سيدنا مولانا صاحب أصل والزمان أذكر الله برجه الشريف ومناسبة ولادات الأقمار المحمدية والشعبانية هناكم الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله وقضى الله حوائجكم في الآخرة إن شاء الله الجميع يا رب. السلام عليك يا صاحب الزمان. يا صاحب السلام الزمان. عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريف القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وأجدادك الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته. سلام الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوكلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا الله يا سيدنا السلام عليكم. يسر الله أمركم وقضى الله حوائجكم إن شاء الله. شكرا لاتصالكم، زيارة مقبولة إن شاء الله. شكرا لمن اتصل، شكرا لمن شارك وقضى الله حوائجكم إن شاء الله. شكرا لهذا الكادر الطيب الله يحفظه إن شاء الله اللي آل على نفسه أن يكون خادما لزوار العسكريين، فأسلم الله التوفيق لهم أصالة عني نيابة عن والدي والد والدي من قلدني الدعاء والزيارة، نيابة عن من قصدتهم، نيابة عن سيد مولاي صاحب العصر والزمان أتوجه بالزيارة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا وليي الله. السلام عليكما يا حجتي الله. السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض. السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما.
أتيتكما زائرا عارفا بحقكما معاديا لأعدائكما مواليا لأوليائكما مؤمنا بما آمنتما به كافرا بما كفرتما به محققا لما حققتما مبطلا لما أبطلتما أسأل الله ربي وربكما يجعل حظي من زيارتكما الصلاة على محمد وآله وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين وأسأله أن يعتق رقبتي من النار ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما ويعرف بيني وبينكما ولا يسلبني حبكما وحب آبائكما الصالحين وأن لا يجعله آخر العهد من زيارتكما ويحشرني معكما في الجنة برحمته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته إلهي عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه مقبلين غير مدبرين وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا بأحسن القبول يا رب واجعله ذخرا لنا يوم القيامة عند الزهراء البتول بشهادة سيدتي ومولاتي الزهراء وصاحب العصر والزمان. البدء مثل الختام، فأقول سيدي مولاي تقبل منا وارزقنا رؤيتك وشفاعتك وخدمتك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. أقول يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. صاحب الزمان يا صاحب الزمان.